داوي سنة ونصف والسي عادل العماري 10 أشهر نافذة نافذة بطبيعة الحال. الغرامة السي حداوي 2000 درهم والسي عماري 1000 درهم. دونك كي الحكم مازال ما عندناش الحيثية ديالو، السيد الرئيس مازال ما حرش الحكم، كنتسناو نطلعوا التعليل، لان التعليل اللي غادي يبين لنا علاش اعتمدت المحكمة في الإدانة. حنا كدفاع كان كيبان لنا بانه يستحيل تكون في الإدانة، ولكن المحكمة قررت عكس ما ارتأينا نحن. كنتسناو نشوفوا القرار ديال المحكمة علاش اعتمدت. وكما قلت التعليل مهم بزاف، لان الدستور استوجب تعليل الاحكام، ما يمكنش تدين انسان بحكم غير معلل. كنتمنوا نشوفوا التعليل، نشوفوا ربما يكون شي حوايج اللي غابت على الدفاع، وفي هذه الحاله ما كاين مشكل، غادي نعترفوا بان غابت علينا، ولكن ما كاين لا اعتقد بان غابت علينا شي حاجه، لان اي رجل قانون كتعطيه هذا الملف ديال السي حداوي تيقول لك بانه ما يمكنش تم الادانه ديالو بناء على هذه المعطيات. لا زالت قناعتي راسخه بان السي الحداوي ما دار حتى شي حاجه، لا زالت، لان الامر يتعلق بملف خص يكون فيه الاثبات، ما كاينش وسائل الاثبات. اذا السي الحداوي ما دار والو هذا العام ونص، انا كتبان لي بانها ما خصش الحداوي، ما خصو ياخذ حتى شهر حتى 10 ايام، لان ما دارش علاش يمشي للحبس. ولكن كما قلت لكم نشوفوا الحكم ونعرفوا علاش، ديك الساعات ربما سوف يكون لنا راي اخر. انا حسيت، انا معلوم الاحساس ديالي راه معروف، الاحساس ديال واحد الانسان اللي متضمر، لان حنا ملي كنديروا مجهود وكنبحثوا في الملف وكنجيو وكنرافعوا كنحاولوا نقنعوا المحكمه بوجهه نظرنا، وكنعتقد بان وجهه نظرنا وجهه قانونيه سليمه، وملي كيكون عندك الاجماع ديال هذيك وجهه نظر ماشي غير ديالك واحد الاجماع، دونك منطقي انك ملي كيكون حكم ديال الادانه بحال هكا كتحس بواحد النوع ديال حيت هذا حكم ما خصنيش نعبر شي تعابير شويه احتراما للاحكام القدسيه ديالها، ولكن انا ماشي مرتاح لهذا الحكم. حنا تنقولوا غير الحداوي على من نصب، وشكون الضحيه ديال نصب الحداوي؟ ما شافش، ما جا حتى شي واحد المحكمه وقال لك انا نصب عليه الحداوي ولا حاول نصب عليه الحداوي. هذا الشيء كنقولوا حنا النصب ما كنقراوش دابا فين جاو التذاكر، كنشوفوا النصب بان النصب خصو يكون فيه ضحيه. نعم. في هذا الملف ما كاينش ضحيه، كنتسناو دابا انا تنتسنى الحكم، ملي غنتسناو الحكم غنشوفوه وديك الساعات.